أيها المواطنون الأعزاء، لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية في مسيرة النهضة المباركة، ووفرنا لها فرص التعليم والتدريب والتوظيف، ودعمنا دورها ومكانتها في المجتمع. هنيئاً لنا هذا اليوم العظيم، حيث كنا ولا نزال شركاء في التنمية، نعمل دون كلل أو ملل، ونتطلع لمستقبل أفضل، نشارك في خدمة المجتمع، ونطور مهاراتنا المهنية لنساهم في رقي الوطن. قد تواجهنا بعض التحديات وتحدنا بعض العقبات، ولكن بعزيمتنا سنجتاز الصعاب وسنكمل درب المنجزات، مبحرين نحو المجد والنجاح، لأننا جزء من عمان. سنواصل مسيرة البناء وسنعمل في كافة القطاعات، سنبذل جهوداً مميزة وسنحقق الإنجازات لنصل بصوتنا خارج الحدود، لأنها بلد المحبة والسلام، فهي البداية وهي كل النهاية. شكراً مولانا المعظم، ثقتكم في جميع قدراتنا هي أساس نجاحنا. نحن في أوربك فخورون بخدمة عمان.